صناعة. الحقيقة إنه الحديث في الصناعة بيزيد جوايا أنا الكثير من الشجن. الصناعة في 2022 صدر مجموعة كبيرة جدا من القرارات اللي بتحفز وتدعم الصناعة، ورغم ذلك ما زالت الصناعة محلك سر. كيف تقيم الصناعة في 2022؟ خلينا نقيم الصناعة في 2022 لما القرارات اللي اتخذت لتحفيز الصناعة تنفذ. خلينا نترك التقييم 2022 في نص 23 يبان نتيجة القرارات اللي احنا خدناها وأثرها على الصناعة المصرية. لأن أنا بصراحة ما أحبش أقيم على قرارات لم تفعل أو فعلت جزئيا. القرارات جميلة، قرارات جميلة، لكن هل نفذت ونفذت كاملها؟ حضرتك احنا لو رجعنا 10 سنين هتلاقي في قرارات عظيمة جدا اتخذت ولم تنفذ حتى الآن. بالظبط كده. فخلينا نحكم على القرارات بتنفيذها وقد ايه نفذ منها وتيسير التنفيذ، عشان في قرارات بتتاخد الهدف منها التيسير، ولما تروح عند هو اللي في ايده بقى التنفيذ يعني المنفذ بيحط عراقيل يعني لا حصر لها. فخلينا نقيم بعد التنفيذ او لما يتبان نتيجه القرارات. طب هل تعتقد انه الصناعه في 2023 بتحتاج المزيد من القرارات والسياسات بالاضافه لما اتخذ؟ الصناعه بصفه عامه من وجهه نظري لازم تبقى مشروع قومي يتبناه رئيس الوزراء أو الحكومة وتحاسب على نتائجه. الصناعة ليست وزارة صناعة، الصناعة لازم يبقى مشروع حكومة. كنت قلت لحضرتك الموضوع ده قبل كده. الصناعة هي مجموعة من الوزارات، إن لم تتعاون لم تنجح. فلازم المشروع يبقى مشروع حكومة، عشان خاطر لما يتحط خريطة الطريق للنمو الصناعي وتتعطل في نقطة لازم يحاسب اللي هو عطلها. لأن دلوقتي الصناعة فكرة هتتقال أو مشروع هيتقال مربوط بعشر 15 وزارة. طيب لو وزارة احنا درسنا في الهندسة اللي هو السي بي ام اللي هو الكريتيكال باس ميثود، ممكن يبقى ماشي سهل جدا ويجي في نقطة هي دي ايه الويك بوينت. يعني هأدي لحضرتك مثل، لو القطر جميع عربياته تمشي بسرعة 90 وفي عربية في النص بتمشي بسرعة 30، القطر هيمشي بسرعة ايه؟ 30. بس يبقى لازم نشوف النقطة دي. طيب يعني خلينا نكون متفائلين أكتر. والحقيقة إحنا بقالنا فترة طويلة جدا بنسمع عن مستهدف 100 مليار دولار صادرات. هل هذا الحلم من السهل أم من الصعوبة تحقيقه؟ إجابة وافية؟ أرجوك. سهل تحقيقه بالفعل. أيوه.